السلام عليكم. مادة التغذية والمعالجة الغذائية، محاضرة رقم 9، الفيتامينات. تعرف الفيتامينات على أنها مركبات عضوية لازمة لنمو الإنسان والحيوان وبعض الكائنات الحية الدقيقة بصورة طبيعية، ويلزم تناولها من الغذاء لأنها لا تخلق داخل الجسم ويحتاج إليها بكميات قليلة. هي ليست مركبات بنائية، يعني نقصد به أنها لا تدخل في تركيب بناء وأنسجة الكائن الحي، ولا تهدم لغرض إنتاج الطاقة، أي أنها ليست مركبات مولدة للطاقة، يعني هي لازمة فقط لعمليات التمثيلية من هدم وبناء، ولازمة للنمو والتكاثر والعمليات الفسيولوجية الأخرى التي تحدث داخل جسم الكائن الحي. Factor influencing of vitamins. من أهم عوامل نقص الفيتامينات في الجسم قلة محتواها أو عدم تناولها بكميات مناسبة في العظام، إلى أن أعراض نقص الفيتامين وعدم استفادة جسمها قد ينتج لأسباب أخرى نذكر بعضها. عدم أو قلة الامتصاص، طلاب يعني ارتباط فيتامين ببروتين معين، على سبيل المثال هو فيتامين النياسين الموجود في الذرة، ارتباطه بمصدره الغذائي ببروتين يمنع الجسم من امتصاص الفيتامين. واضح؟ النقطة 2، وجود مواد مضادة للفيتامينات. المواد المضادة للفيتامينات طلاب مركبات شبيهة بالفيتامين من حيث التركيب الكيميائي، إلا أن ليس لها نشاط بيولوجي كالفيتامينات، ويؤدي وجود المضادات الفيتامينات إلى نقص الفيتامين وما ينتج عنهم من أمراض وأعراض في الجسم، لا يميز، حيث أن الجسم لا يميز بينها وبين الفيتامينات. ليش؟ إحنا قلنا هي متشابهة بالتركيب الكيميائي. واضح؟ على سبيل المثال من أمثلة مضادات الفيتامينات هو البنسلين الذي يؤدي إلى نقص فيتامين B. 3، الشكل الذي يتوفر فيه الفيتامين. الفيتامين طلاب قد يوجد في صورة مولد الفيتامين أو قد يوجد في صورة جاهزة، ولا شك فيه أن الاستفادة تكون أعلى في الفيتامينات عن المولدات. نقطة 4، أدوية المضادات الحيوية، يعني استعمال بعض الأدوية بتراكيز معينة ولفترات طويلة لغرض قتل الجراثيم والبكتيريا، مثل إذا تمرنا الاستعمال بالكوليرا أو التيفوئيد والسل، يؤدي هذا المضادات الأدوية المضادات الحيوية تؤدي إلى قتل البكتيريا النورمال فلورا اللي عندنا داخل أجسامنا، وهذه البكتيريا الطبيعية النافعة تقوم بتصنيع الفيتامينات داخل الجسم والأحماض الأمينية، ولهذا فمن الضروري إعطاء الفيتامينات كمقويات أثناء استعمال المضادات الحيوية. ليش قلنا؟ لأنها راح تؤدي إلى قتل بالنورمال فلورا. تقسم الفيتامينات إلى نوعين، الفيتامينات الذائبة في الماء water soluble vitamin، والفيتامينات الذائبة في الدهون fat soluble vitamin. من خواص الفيتامينات الذائبة في الدهون غير قابلة للذوبان في الماء، لا تهدم ولا تتلف بسهولة أثناء عملية الطهي، تخزن الكمية الزائدة عن حاجة الجسم في أنسجة الكبد، ولهذا فالنسب الزائدة منها تؤدي إلى ظهور أعراض التسمم. توجد في الأغذية أما في صورة فيتامينات أو مولدات الفيتامينات. تمتص الفيتامينات الذائبة في الدهون بمعدل بطيء مقارنة بالفيتامينات الذائبة في الماء، وأخيرا تخرج الفيتامينات الذائبة في الدهون ومخلفاتها التمثيلية عن طريق البراز. ومن الفيتامينات الذائبة في الدهون نأخذ فيتامين دي. يكون الفيتامين النقي على شكل بلورات بيضاء عديمة الرائحة، قابل للذوبان في الماء، يقاوم الحرارة والتأكسد والقواعد. مصادره زيت الأسماك بصورة خاصة زيت كبد الحوت، الكبد والحليب الكامل، الدسم والزبد، صفار البيض، التعرض للأشعة الشمس المباشرة. فوائد ووظائف فيتامين دي، يحافظ على العمليات الطبيعية لتكوين العظام، يساعد على امتصاص الكالسيوم والفسفور وعلى تمثيله، لذا قد يؤدي نقصه إلى انخفاض في امتصاص الكالسيوم من الغذاء، نتيجة لذلك يتحرر الكالسيوم من العظام بهدف الحفاظ على نسبة ثابتة للكالسيوم في الدم، وضروري للنمو، حيث أن طلاب نقص فيتامين دي راح يؤثر عنيما على العظام بصورة خاصة ويسبب مرض الكساح. على الرغم من توفر أشعة الشمس في بلادنا، يرجع ذلك إلى عدم تعرض الطفل الصغير
لأشعة الشمس وعدم إعطائه الكفاية من الحليب أو عدم امتصاص الجسم للفيتامين، كما في حالات الإسهال وسوء التغذية. المعالجة كيف تتم؟ بإعطاء كميات كافية من الفيتامين على شكل مستحضرات طبية تحت إشراف الطبيب، ثم التعرض لأشعة الشمس المباشرة. الفيتامين الآخر هو فيتامين كي. هذا الفيتامين ضروري لصنع البروثرومبين في الكبد، وهو المادة الأولية للثرومبين، وهو أحد المركبات الضرورية لتخثر الدم الطبيعي، يعني لالتئام الجروح. خواص فيتامين كي: قابل للذوبان في الدهون، أصفر اللون، ثابت للحرارة ولكنه غير ثابت لكل القواعد والحوامض المركزة والتأكسد والضوء. مصادر فيتامين كي: المصادر الغذائية هي القرنبيط واللهانة والخس، وأيضا ينتجه الجسم بفعل بكتيريا خاصة تعيش في الأمعاء، بكتيريا القولونية تعيش في القولون اسمها الإشيشا كولاي إيكولاي. طلاب، حاجة الجسم اليومية لفيتامين كي، الغذاء الاحتياطي بالإضافة إلى ما تصنعه هذه البكتيريا الإيكولاي بالأمعاء يجهز الجسم بكميات كافية من فيتامين كي، لكن بعض الظروف تدعو إلى زيادة في كميته فتعطى على شكل حبوب أو حقن تحت إشراف الطبيب، يعني هاي أخذها على شكل حبوب أو حقن بإشراف الطبيب اليا حالات. إذا عندنا طفل مولود أو يعاني من نقص الفيتامين كي، أو عندنا يعني شان المرضى الذين يعانون من انسداد بالمجاري الصفراوية يتعرضون لنقص شديد في هذا الفيتامين. ليش طلاب؟ لأن احنا نعرف انه فيتامين كي مثل ما قلنا هو من الفيتامينات الذائبة بالدهون، يعني شان اللي تحتاج الى املاح الصفراء لامتصاصها. كذلك طلاب في العمليات الجراحية وفي ادوار النقاهة من الامراض التي استعملت المضادات الحيوية، مثل ما قلنا اللي نستخدم مضادات حيوية لعلاج من الجراثيم أو البكتيريا، هذا راح تقتل لنا النورمال فلورا، يعني تقتل الإيكولاي الموجودة وين؟ بالقولون، البكتيريا القولونية الموجودة في الأمعاء، وهذا يؤدي إلى نقص في فيتامين كي. هسا ناخذ طلاب الفيتامينات التي تذوب في الماء. أول نوع عندنا هو فيتامين ريبوفلافين. مصادر فيتامين بي 2 ريبوفلافين: الكبد والحليب والجبن والخضروات. الفائدة والوظيفة لفيتامين بي 2: يلعب دورا مساعد انزيمي بالعديد من العمليات الحيوية، يساعد ريبوفلافين في عملية بناء الهيموغلوبين، كذلك امتصاص مادة الحديد وتمثيلها داخل الجسم، وايضا يلعب دورا هاما في تكييف العين للضوء. أن نقص هذا الفيتامين البي 2 راح من العلامات التي تظهر على الجسم هي تشقق زوايا الفم، وكذلك تصبح العين حساسة للإضاءة وكثيرة الدمع، كذلك يسبب التهاب في اللسان. فيتامين بي 12. مصادر فيتامين بي 12: غير متوفر في الأطعمة النباتية لكنه موجود في الكبد والبيض واللحوم بأن فوائده ووظائفه: له دور في تمثيل وصنع الحوامض النووية والبروتينات النووية، ضروري أيضا لتكوين وضج سكريات الدم الحمراء في العظام. طلاب، تأثير نقصه في الجسم: يسبب نقص مرض فقر الدم الخبيث. ماشي، هاي طلاب كل ما يخص بمحاضرة رقم 9، أرجو أن تكون واضحة، ويا ربي كل التوفيق.